السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض تورتة بطريقة سهلة وبسيطة، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. نبدأ ونقول بسم الله ونشوف هنجهزها مع بعض ازاي. بداية هنحتاج لنص كيلو من دي الاسبونج، 7 بيضات، نص كوب من المية، فانيليا على كل بيضة باكت من الفانيليا. في البداية في العجان هنزل بالدقيق، وعليه البيض والمية والفانيليا. ودلوقتي نبدأ نضربه في العجان. طبعا تقدروا تعملوا الخطوة ديت بالمضرب الكهربائي او العجان حسب ما انتوا حابين. وده شكل الخليط بعد ما ضربته بقى بالشكل ده. وجهزت 3 صواني بنفس المقاس، احجام متساوية، بنزل بالخليط في الصواني، بقسمهم على 3 صواني، طبعا اي حجم انتوا حابينه بالشكل ده. وبعد ما قسمت الكيك ل3 اجزاء في 3 صواني بالشكل ده، طبعا اللي مش متوفر عنده ال3 صواني نفس الحجم تقدروا تعملوها على 3 مراحل في نفس الصينية. دلوقتي نبدأ نعملها بالستيكس بالشكل ده، نطلع منها اي هواء وبندخلها فرن ساخن مسبك درجة حرارة 170 على الرف الوسطاني. الفرن شغال من تحت فقط لحد ما تاخد لون ذهبي ونطلعها. مدة التسوية بتاخد من ربع ساعة لتلت ساعة وبنطلعها. وده شكل الكيك بعد ما طلع من الفرن، بنسيبه لحد ما يبرد تماما. وده شكل الكيك بعد ما برد وبقى بالشكل ده. وده السمك بتاع الكيك اللي احنا محتاجينه بتكون بالشكل ده. ودلوقتي هنجهز مع بعض الكريمة للتورتة. في بولة او في العجان هننزل بكريمة الخفق السايلة وكريم شانتيه البودرة. طبعا كريمة الخفق السايلة بيكون عليها سكر. دلوقتي اضربهم بالعجان او المضرب الكهربائي. ودي شكل الكريمة بعد ما ضربتها وبقت بالشكل ده. ودلوقتي بنكون مجهزين القالب اللي هنحط عليه الكيك. بحط الكريمة على القالب بالشكل ده عشان اثبت عليها الكيك. وده شكل الكيك بعد ما ثبته على القالب بالشكل ده. دلوقتي ابدأ اشربه بعصير الاناناس بالشكل ده. وبعد ما شربت اول طبقة من الكيك بعصير الاناناس، وطبعا غلفت القالب بورق زبدة بالشكل ده داير ما يدور. دلوقتي ابدأ اضيف عليها الكريمة بالشكل ده. وبعد ما ضفت اول طبقة من الكريمة على الكيك بالشكل ده، دلوقتي ابدأ اضيف شرايح من الاناناس بالشكل ده. طبعا ده اختياري للي حابب. وبعد ما ضفت شرايح الاناناس وبقت بالشكل ده، دلوقتي ابدأ اضيف شرايح من اللوز. طبعا ده اختياري، تقدروا تضيفوا اي نوع من المكسرات انتوا بتحبوه. وبعد ما ضفت شرايح اللوز، دلوقتي ابدأ اضيف طبقة من الكريمة، بغطيها بالشكل ده بطبقة من الكريمة. وبعد ما غلفتها بالكريمة بالشكل ده، دلوقتي بضيف تاني طبقة من الكيك. وبعد ما ضفت تاني طبقة من الكيك بشربها بعصير الاناناس بالشكل ده. وبعد ما غلفت تاني طبقة من الكيك بالكريمة وحطيت عليها شرايح الاناناس وشرايح اللوز، دلوقتي اغلفها بالكريمة. وبعد ما غلفتها بالكريمة بالشكل ده، دلوقتي بضيف اخر طبقة من الكيك بالشكل ده. وابدأ اشرب اخر طبقة من الكيك بعصير الاناناس. طبعا تقدروا تستبدلوه بمية بسكر لو مش متوفر عصير الاناناس. وطبعا بما اني هعمل التورتة على شكل ايرون مان،
هنحتاج للون الاصفر واللون الاحمر. ودي شكل الكريمة بعد ما ضفت لها اللون الاصفر. دلوقتي ابدأ اغلف التورتاية. باللون الاصفر بالشكل ده. وده شكل الكيك بعد ما غلفته بالكريمة الصفرة وبقى بالشكل ده. وطبعا بنحدد وش ايرون مان بالشكل ده. طبعا انا حددته عشان الوقت، بنعمله بالشكل ده. ودي شكل الوان الكريمة اللي هنحتاجها لتورتة ايرون مان. بنحتاج للون الاحمر واللون الاصفر والابيض واللون الاسمر. طبعا تقدروا تستبدلوه بالشوكولاتة. وبعد ما حطيت التورتة في التلاجة شوية، دلوقتي نبدأ نزوقها مع بعض. ودلوقتي نبدأ نحدد الوش باللون الاسمر او بالشوكولاتة بالطريقة دي. وده بيكون شكل الوش بعد ما حددته بالشوكولاتة وبقى بالشكل ده. دلوقتي نبدأ نزوقه بالكريمة. طبعا ده باللون الأصفر. بنحددها كلها داير ما يدور بنفس الطريقة. ودلوقتي هنعمل باللون الأحمر بنفس الطريقة. وطبعا اهم حاجة تكون التورتة في التلاجة عشان الكريمة مش تسيح مننا. وده بيكون شكلها. دلوقتي هنحددها باللون الاصفر. وطبعا بنحددها بنفس الشكل وبنفس الطريقة لحد ما نوصل لحد فوق. مرة باللون الاصفر ومرة باللون الاحمر. وده بيكون شكلها بعد ما حددتها باللون الاصفر والاحمر بالشكل ده. دلوقتي نبدأ نحدد الوش مع بعض. دلوقتي ابدأ احدد الوش من فوق باللون الابيض.
بنحدد العين باللون الابيض بالشكل ده، روزتات صغيرة بالشكل ده بيضة، وده بيكون شكلها. دلوقتي نبدأ نحدد الوش باللون الأصفر والأحمر، ودلوقتي نبدأ نحدد باللون الأحمر بالشكل ده. طبعا بنحتاج لأقماع صغيرة زي ما انتوا شايفين، بنعملها روزتات صغيرة بالشكل ده. طبعا بنحدد كل الأجزاء الخارجية من الوش بالشكل ده. وده بيكون شكلها. بنكمل كل التحديدات الخارجية بالشكل ده. ده بيكون شكل الوش بعد ما حددته باللون الأحمر. دلوقتي نبدأ نحدد باللون الأصفر. طبعا بنحدد كل الأجزاء الداخلية كلها باللون الأصفر. طبعا بنحدد كل الوش من باللون الأصفر زي ما انتوا شايفين داخلي كده. ودلوقتي حدد خارجي باللون الأصفر. طبعا انا عملت حز باللون الأبيض عشان اكسر اللون الأصفر، روزتات صغيرة بالشكل ده. وده بيكون شكلها بعد ما حددتها وزوقتها باللون الأصفر وبقت بالشكل ده. ودي شكل تورتة ايرون مان اللي عملناها مع بعض. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.